رفضت 100,000 دولار بسبب إسرائيل، واتطلقت من أحمد رمزي بعد أسبوعين. الصندوق الأسود لأشهر راقصة في مصر. حاجات كتير وتفاصيل خفية في حياة كل فنان ما يعرفش الجمهور حاجة عنها. سنة دي من الأسرار والمغامرات، هنفتح منهم واحد النهاردة عن حياة شخصية من أشهر الراقصات والفنانات في مصر والوطن العربي. كانت الفنانة الشهيرة يتيمة عايشة في اسكندرية مع مرات أبوها اللي ربتها، ومن أكتر الحاجات اللي أثرت فيها هي ان دايما كانت مرات ابوها بتاخدها مقام السيدة نفيسة، وده خلاها متعلقة بيه جدا، وتروح تزور المسجد والمقام باستمرار لانها بتحس براحة كبيرة هناك. واسمها الحقيقي عواطف محمد عجمي، وما كانتش رقاصة بس، لا كانت ممثلة وشاركت في افلام سينمائية كتيرة مع كبار النجوم والمخرجين، وكمان انتجت عدد من الافلام السينمائية اللي قامت ببطولتها زي الف بوسة وبوسة وحد السيف. وقالت إنها ندمت على حاجات كتير بسبب الفن، أولهم إنها سابت الدراسة وأهلها في اسكندرية وعاشت في القاهرة 4 سنوات في أوضة وحصلت على الشهادة الإعدادية فقط، لكن حاولت تعلم نفسها بمساعدة صديق ليها كان بيجيب لها الكتب تقراها ويناقشها فيها. وندمت كمان إنها ما خلفتش، وكانت خايفة على جسمها وشكلها وشغلها لا يتأثر من الخلفة، على الرغم من إنها اتجوزت كتير. إنها الراقصة والفنانة الشهيرة نجوى فؤاد. اتجوزت نجوى فؤاد 5 مرات رسمي ومرة عرفي، وطلعت إشاعات كتير عن عدد جوازاتها لحد ما قالوا إنهم حوالي 12 مرة، لكن هي قالت ما كانش فيه وقت لكل دول، ولو كان فيه وقت كانوا بقوا 20 واحد. ومن ضمن جوازاتها كان الفنان أحمد رمزي سنة 1963، واتطلقت منه بعد أسبوعين بالظبط، وده لأنها عرفت إنه رجع لمراته وهي مسافرة وفضلوا يكونوا أصدقاء. وكان قبل أحمد رمزي جوازتين، الأولى من الموسيقار أحمد فؤاد حسن قائد الفرقة الماسية اللي قالت إن هو رباها وساعدها وعلمها كل شيء، وكان كل عائلتها ولو رجع الزمن هتختار تكمل معاه هو حياتها من بين كل اللي اتجوزتهم. وبعده اتجوزت مدرب الرقص كمال نعيم. ما وقفتش نجوى فؤاد جواز، وقررت تشوف نصيبها مع اللبناني سامي الزغبي اللي كان الزوج الرابع، وكان بيشتغل مدير فندق في القاهرة، وكانت نجوى تؤدي فقرة ثابتة فيه كل ليلة استمرت فترة طويلة، وهو ده اللي خلق علاقة حب بينهم أدت إلى الزواج. وبعد انفصالهم عنه اتجوزت من أحد رجال الأعمال المصريين صاحب توكيل سيارات شهير، ولم تيأس نجوى في البحث عن الحب فقررت الزواج من رجل الأعمال فايز طراد، ثم من سامي المهندس، ثم من محمد موسى، ثم من رجل أعمال كويتي، هذا بالإضافة إلى المطرب الشاب عماد عبد الحليم. وبعض الناس في الوسط الفني قالوا إنها قررت تكون العصمة في إيدها لأنها كانت تعرف إنه طمعان فيها، وبعدها اكتشفت إدمانه الهيروين فطلقته، وكان آخر أزواجها لواء مصري. من أشهر المواقف في حياة الراقصة والممثلة نجوى فؤاد إنها سنة 1985 رفضت عرض ب100,000 دولار من شخص فرنسي من أصول يهودية طلب منها أن تذهب معه إلى فلسطين علشان ترقص هناك بدلا من دليدا لأنها شبهها، ولكنها رفضت وقالت مستحيل أرقص في مكان أهله بيعانوا من الاحتلال وبيناموا ويصحوا على صوت الرصاص والدبابات. قولوا لنا عايزين تعرفوا أسرار مين من المشاهير.